مساء النور أستاذ، تحية لكافة مشاهدين سوريا اليوم. نحن اليوم في ظل تقديم مشروع قانون المالية وعجز الميزانية، وبعد تصريح رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الدولة التونسية تمر بأسوأ أزمة لها منذ سنة 67. نحن اليوم أمام معناتها بعد توغل الإخوان المسلمين داخل معناتها الحكم طيلة 10 سنوات، هم نحملهم المسؤولية كاملة على فشل وعدم استمرارية الدولة في هذه المرحلة بالذات في ظل جائحة كورونا، وكورونا هي كشفت العورات في جميع الدول. للأسف هذه المنظومة في الحكم بحركة النهضة وحتى التقدميين والإصلاحيين والليبراليين وكلهم فشلوا في تقديم مشروع واضح ينهض بالشعب التونسي. للأسف 10 سنوات الشعب التونسي اليوم أذاق جميع الويلات. بالنسبة إلى محافظ البنك المركزي اليوم دق ناقوس الخطر، هناك معناتها مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا بعد تصريح رئيس الحكومة الذي يبعث بإفلاس الدولة التونسية في جميع المجالات. للأسف نحن اليوم حقيقة نحمل مسؤولية كاملة على رئيس الجمهورية أن يتحرك، على وزير المالية. الوزير المالية اليوم في ظل تغيير في ظرف 9 أشهر، للأسف 3 حكومات. نعم هذا يضر بالمصلحة الوطنية العامة ويضر باستمرار ديمومة الدولة وبجميع هياكلها. نحن اليوم في لا يوجد إلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهذا يؤزم العملية المالية في تونس في ظل التضخم المالي الذي تعيشه تونس ويعيشه المواطن التونسي. نحن تونس اليوم تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة كما صرح رئيس الحكومة منذ الستينات. في نقطة أخرى كذلك، هناك معناتها الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة في تونس صرح وقال في قناة نسمة، أحد القنوات الخاصة التونسية، يقول بالحرف الواحد أنه سألوا الصحفي قالوا 88 ألف مليار تضخم و 25 ألف مليار ديون خارجية، من نحمل المسؤولية؟ قال بالحرف الواحد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب الشعب التونسي. هذا حقيقة معناتها أكبر عملية تحيل على الشعب التونسي من حركة النهضة ومن معناتها الشيخ راشد غنوشي الذي حمل المسؤولية الكاملة للشعب التونسي الذي خارج منظومة الحكم وخارج معناتها من يحكم في هذه السلطة. للأسف هذا موثق بالفيديو. نحن نحمل حركة النهضة وكل شركائها في الحكم عن فشل وإفلاس الدولة التونسية. خلينا نقولها، نحن اليوم الدولة التونسية قد أعلنت إفلاسها عبر رئيس حكومتها. للأسف إذا هنا يعني كيف يمكن النظر أيضا إلى لجوء الحكومة التونسية للاستعانة بآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين؟ يعني أليست هناك أي إجراءات أخرى فعلية من جانب الحكومة؟ نعم هناك إجراءات من جانب الحكومة، لكن يبدو أنها ولدت ميتة للأسف. كما قلت لك سيد الكريمة أن هناك 3 حكومات تعاقبت في منذ السنة الفارطة على الانتخابات. الرئيس قيس سعيد اليوم في ظل الصراع الداخلي بين البرلمان وبين رئاسة الحكومة، سيد فتحي يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد فتحي. أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلتم به، ضيفي من باريس سيد فتحي الورفلي محلل وناشط سياسي.